تيجوا نروح الاسماعيليه شويه. الاسماعيليه على فكره بلد بديعه بديعه، طول عمرها جميله وحدائقها وجمالها. عشان كده لما بيكون في هناك مهرجان موجود في الاسماعيليه بيبقى كمان متماشي مع طبيعتها الجميله. اعلنت اداره مهرجان الاسماعيليه الدولي للافلام التسجيليه والقصيره عن بوستر الدوره رقم 25، بيرأسها الناقد السينمائي عصام زكريا، والمقرر اقامه الدوره دي في الفتره ما بين 28 فبراير حتى 5 مارس. ده البوستر اللي موجود على الشاشه، هو ده البوستر تماما زي ما انتم شايفينه، وكان الاثنين دول وشوش. ده طبعا ده شريط السينما، يعني شريطين للسينما، وده الشكل القديم للسينما، شكلها حلوة معبر. وطبعا هي من تصميم الفنان التشكيلي الكبير أحمد اللباد، واللي أوضح أن تصميم البوستر مستوحى من ملامح متعددة، بداية بفكرة العرض السينمائي زي ما شفنا، الأجواء الظلام الملهم للإضاءات اللي بتبقى موجودة في عرض الأفلام، وأيضا أجهزة العرض. ناخد بقى تفاصيل، خصوصا أنه الناقد السينمائي عصام زكريا هو رئيس المهرجان. نرحب بيك كده وناخد تفاصيل. مساء الخير يا استاذ عصام. مساء الخير يا فندم، اهلا بك. يعني ان شاء الله تكون دوره موفقه باذن الله. كلمني عن الملامح بتاعتها. احنا طبعا دي مبدئيا كده الدوره ال 25، يعني الهويل الفضي. صحيح المهرجان عمره اكثر من 25 سنه، يعني هو بدا في بداية الثانيات، لكن توقف بعض السنوات، فمش كل سنة أقيمت فيها الدورة، لكن هو عمره أكثر من 30 سنة، ولكن هذه هي الدورة ال 25، ففي احتفالية طبعًا كبيرة طبعًا ومناسبة مرور 25 سنة، فيها برنامج مميز، بالإضافة طبعاً للبرامج المعتادة أو للأقسام المعتادة اللي هي يعني المسابقات الأربعة. عندنا أربع مسابقات للتسجيل الطويل والتسجيل القصير والروائي القصير والتحريك. تمام. وبتبقى طبعاً يعني الموضوعات متنوعة ومختلفة. طب هل مثلاً في مثلاً يعني عايزين نقول موضوع مثلا انتوا بتحرصوا ان هو يبقى موجود في ندوات؟ يعني كلمني عن طبعاً الملامح نفسها في الدوره بتبقى ايه؟ طبعا احنا في طبعا برامج اخرى، يعني بالاضافه للاربع مسابقات، في مسابقه الطلبه اللي احنا طبعاً انشاناها من عده سنوات، في مسابقه للطلبه المصريين من كل الجامعات والمعاهد الخاصه او الرسميه. ده بالنسبة للمسابقات. طبعا البرنامج الخاص اللي هو هيبقى فيه احتفالية، عندنا 25 فيلم من العالم، من أهم الأفلام اللي اتعملت في 25 سنة اللي فاتت على مستوى العالم. ده البرنامج الأول. يعني عندنا برضو احتفال زي ما أشرت حضرتك في البوستر، إنه في احتفال بفن السينما القديم، يعني فاحنا بنحيي النوستالجيا يعني او الحنين ليه. هل ده سبب انه ده يبقى الشكل الرئيسي للبوستر علشان يعني احد الاسباب. وفي برنامج الحقيقه برضو هيكون عندنا عن دور العرض القديمه وعن السينما القديمه، يعني اللي هي دلوقتي بتختفي وبتتلاشى لصالح اشكال عرض حديثه، يعني لكن يظل لقاعات السينما القديمه والاله العرض القديمه طبعاً سحرها طبعا. فاحنا بنحاول ان احنا يعني نشير الى هذا الموضوع، يعني او هذا الحنين اللي موجود لشكل السينما القديم في برنامج خاص. عندنا ورش بيقيمها الورش بتشتغل عالميين تمام عالميين، وبالاضافه للورش برضو اللي بنقيمها كل سنه داخل الاسماعيليه للاطفال. عندنا ورشه لذوي الهمم، عندنا برضو ورشه بالاضافه لورش برضو للشباب الصغيرين من صناع الافلام في السيناريو وفي الاخراج وسائر العناصر الفنيه. المسابقة الرسمية بتبقى يعني لها شروط ايه؟ يعني هو مهرجان دولي بالاساس طبعا. يعني
أول معيار عندنا بيبقى الجودة طبعا الفنية، ثم الجودة الفنية، ثم الجودة الفنية، يعني دول أول كده إيه ثلاث طبعا معايير. لكن بعد الجودة الفنية بنبتدي يبقى في معايير تانية خاصة بالمهرجان، يعني خاصة بالمهرجان وأي مهرجان. هل بيتم اشتراط زي مهرجانات السينما الروائية، إنه ما يبقاش مثلا تم مشاركته في مهرجانات أخرى؟ تبقى دي أول مشاركة. السنة اللي فاتت لازم يبقى إنتاج السنة اللي فاتت ما يكونش تم عرضه في مصر. تمام. بس. تمام. ما يكونش تم عرضه في مصر. يكون ده العرض الأول داخل المهرجان. داخل مصر كلها. بجانب ده بقى بنبتدي نشوف إيه التنوع في الأفكار. التنوع في الاساليب، التنوع في الموضوعات، التنوع الجغرافي. لازم يبقى عندنا من كل القارات ومن اكثر عدد من البلاد الممكن، يعني فهنا بقى ايه بنبتدي نفاضل، يعني مثلا ما يبقاش في ثلاث اربع افلام من بلد واحده طبعا، يعني يبقى في مشاركات اكثر، يبقى في مشاركات اكثر من اكثر عدد من البلاد، من اكثر عدد من القارات، بالاضافه للتنوع بقى ما يبقاش برضو كل الافلام يعني موضوع واحد مثلا، موضوع واحد. ايوه لازم يكون في تنوع في الموضوعات مثلا في التحريك. مثلا احنا عندنا التحريك ده بحر كبير طبعا، في الصلصال وفي العرايس وفي الرسوم وفي 3 دي، ويعني في اشكال كثيره طبعا، فبرضو المفروض يبقى في تنوع داخل مسابقه التحريك في الاساليب بتاعتنا، تنوع في الافكار والموضوعات اكيد. نتمنى التوفيق باذن الله. المهرجان يبدا 28 فبراير وينتهي 5 مارس ان شاء الله. كل التوفيق. الناقد السينمائي عصام زكريا رئيس المهرجان المقبل باذن الله، مهرجان الاسماعيليه للافلام التسجيليه والقصيره، كل التوفيق لكم باذن الله.